مرحبا يا أطفالي، دعونا نتدرب أيها السنافر الأذكياء على ماذا لدينا؟ مكونات العدد 16. هيا بنا نرى. 10، عنده 10 كرات، مدلول العدد 10 زائد 6. 10 زائد 6، إذا لدي أيضا 6 كرات حمراء. 10 6 يساوي 16. 10 11 12 13 14 15 16. نعم، 10 زائد 6 يساوي 16. لنرى، هنا 15، عندي 10 و5 آحاد، هذا مدلول العدد 15 زائد 1 يساوي 16. دعونا نرى، قفزت هذه الكرة. 15 زائد 1، هيا 15 16. من يأتي بعد الرقم 15؟ 16، إنها قفزة واحدة. 15 زائد 1 يساوي 16. لنرى، 14، هنا مدلول العدد 10 وهنا الآحاد 4. 14 زائد 2، 14 زائد 2، هيا بنا نعد. 15، من يأتي بعد 14؟ 15، قفزت عندي كرة واحدة. الكرة الثانية 16، إذن 14 زائد 2 يساوي 16. اقرأوا معي المسألة مرة أخرى. 14 زائد 2 يساوي 16. 13 زائد 3، هيا بنا نعد الكرات التي ستنزل. سنكمل نحن العد، يوجد لدينا 13 كرة، سنكمل 14 15 16. أحسنتم، إذن 13 زائد 3 يساوي 16. أعتذر عن هنا، 16. أنتم فعلا طلاب أذكياء، أبدعتم. أحبكم سنافر.